مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله، ربنا يتقبل الصيام والقيام وخالص الأعمال، مع خالص الود والتقدير، مع كل الود والتقدير لكل الذين يشاهدون هذا البرنامج، ولكل الداعمين، وللخيرين، وللذين يسعون في حاجة الناس. حلقة جديدة وحكاية جديدة. حكاية اليوم من الإسكان الحارة 75، وبطلت هذه القصة أختنا. لنا عندها 3 بنات ولد، وزوجها مختفي له فترة. البنت مصابة كفيفة ما تشوف، وعندها 2 في المدرسة. في المدرسة ديل يوم يمشوا مدرسة ويوم ما يمشوا بسبب الظروف اللي حاصلة اليوم. يوم ما يمشوا أمهم بتمشي السوق تشتغل تجيب الفئة النصيب عشان توفر لهم الأكل والشراب. خلونا مع بعض نسمع من لنا نفسها، نسمع القصة والحكاية. مرحبا بك لنا أحبابي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحكي لنا القصة يا لنا. والله ظروفي صعبة شديد، يعني من ساعة ما هو اختفى أنا بقيت أطلع أشتغل وأشحد الأكل من الجيران وأشحد التلج كده، يعني هسي مش الدنيا رمضان، يعني أنا بفطر بموية عادي من البرميل. ما إحنا مع شنو؟ كنت قبل زوجي اختفي كنت ساكن وين؟ كنت ساكنة الغرية. أها. الغرية برضو إيجار في إيجار. كم أجر لكم هو؟ هاي. آخر حاجة هو جابنا هنا و... جابكم هنا؟ جابنا الإسكان. هاي الإسكان. في المكان ده ذاته؟ في المكان ده ذاته. وأجروا لكم؟ هاي. واختفى. إيجا ما منه خبر. اختفى كيف؟ مشى وين بالضبط قال؟ والله بس كان فات اتجاه بورسودان في شغل هناك، ومرة يتصل ومرة ما يتصل، لغاية ما إنه جاء الحرامي وسرق تلفوني وكده. ليه وكم السنة ما اختفى؟ والله عنده 2 هسه. 2 من مختفى نهاية. آه. وبعد مختفى. والله هو شغال أنا. البيت ده بيدفع إيجار منه. أدفع أنا ذاته. إيجاره كم؟ والله إيجاره كان عمل لي 20، السي عملته لي 50، ودتني فترة بتاع 3 شهور فضلها البيت. بعد 3 شهور مفروض تفضل البيت. آه. لأنه ما بقدر أدفع شنو 50. طيب أنتي بتشتغلي شنو؟ والله بشتغل في مرة هناك دكتورة في العرضة، بمشي بغسل لها بكوي لها، يعني بتديني رز عدس عدسية، يعني هسه حاجات رمضان دي يعني خففت لي منها، يعني هسه الحمد لله. تديك مواد تموينية. اي الحمد لله. بس ده شغلك الوحيد؟ اي. وبرضه جارتي الشاي قلبي جاي دي بمشي لها برضه، ما قصرت مني والله. والأولاد اللي في المدرسة دي اللي بيدفع رسوم منه؟ والله ما حكومي. ما عارفينه. اي عارفينه لي، لكن هسي الممتحنة اولى مش اولى ومتوسطه دي ما اظن. ما بيعرف. هو ده بيقرا سنه ثالثه ودي سنه اولى. وديك ساعتها هسي امتحانات برضو نهايه الشهر ده مطالبه. انت هسي لك كم فتره ما دفعتي ايجار البيت؟ والله هسي عندي 2 وده الشهر الثالث لي. في 2 ما دفعت الإيجار. وبتمشي الشغل كله كم انت؟ والله يوم بعد يوم. لما تمشي الأولاد تخليهم مع منو؟ والله ما بيمشوا المدرسة، بكونوا قاعدين حارسين أخوتهمني. أها. لما انت تمشي الشغل هم بيقعدوا يحارسوا أخوتهم. ويوم انت تكوني موجودة هم يمشوا المدرسة. شغالة كده. لدرجة انه المديرة الأستاذة شكت من الكلام ده ومشيت لها، وشلتها ذات الطفلة الصغيرة دي وديتها لها حتى ما عداك شنو. الطفلة الصغيرة انت ولدتيها كده ولا الإصابة جاءت بعد الولادة؟ والله من ولدتها كده. اها. قابلتي بها دكتور؟ لا ما حصل. هسه انتوا يعني عايشين كيف؟ يعني اليوم؟ والله اليوم ده بس الحمد لله. في ناس بيساعدوكم من الأهل، من أهلك، من أهل زوجك؟ لا وأصلا غريب من جنوب كوستي، أهله ما قريبين هنا.
ما متواصلة معاهم يعني، بس كده دي جسمتي بس اصبر على. زي ما سمعتوا دي باختصار شديد قصة أختنا لنا اللي بتقسم الأسبوع بينها وبين أولادها. أولادها يمشوا المدرسة يوم، هي تكون قاعدة عشان ترعى بيتها، وهم يقعدوا يوم في البيت يرعوا أختهم، وهي تمشي تشتغل، تنتظر مرات مساعدة الجيران عشان يساعدوها، ومرات بتجتهد وتمشي الشغل. زوجها مختفي من فترة، عندها بيت متحنة متوسطة هسي، داخلة على امتحانات وما قادرة توفر ليها الرسوم. لنا يعني انت بتعرفي تشتغلي شنو اذا ناس الخير دارين يوفروا لك حاجة، شغل مشروع؟ لا اي حاجة بشتغل. جربت تشتغلي شنو غير الشغل مع الدكتورة؟ والله بطبخ لها وبنظف بمسح. في العيادة ولا في البيت؟ في البيت. اها بس كده، لكن ما حصل اشتغلت تاني شغل. طبيخة هاي بعرف اطبخ. جربتي تعملي سندوتشات في المدارس ولا اكل لمناسبات ولا تعملي فطاير مثلا طبيعية في الدكاكين وكده؟ والله برضو ما غطت يعني. جربتيها؟ ما غطت برضو. كان عملت صينية برا هنا في خشم الباب ما جاب نتيجة. اي ما جابت لي نتيجة وما في زول بيشتري. طيب انت هسه فكرتك يعني اذا ناس الخير دارين يقدموا لك اي مشروع او اي عمل، ممكن يعملوا لك شنو؟ دوك شنو تقدري تعملي بيه مشروع؟ والله اي حاجة منهم مقبولة، اي حاجة بس خليني انا اشتغل اكلهم ويقروا مدرستهم باستمرار، واقدر اوفر لها اللبن الرز البنبص، يعني حالتها حالة خاصة يعني، ما بتدرك إلا أكلها إلا شربها يعني، لو ما بقدر أخليها ذاتها برا إلا يكون في زول حارسة لي. أنا أي حاجة قدموها لي سمحة منهم. طيب خدت لنا دي هدية مقدمة لك من قناة الشروق، مبلغ مالي إن شاء الله تقدري تعمل بيه مشروع صغير إن شاء الله يساعدك في إنه توفري قروش اللبن لبيتك الصغيرونة، مصاريف الامتحانات للبنات اللي بيقروا ديل، وتساعدي نفسك شويه ان شاء الله. واي زول حيطلب انه يتواصل معاك، نحن في فريق البرنامج بنوصل لك لحد البيت، بنشوف الدعم اللي بيقدر يوفره لك. انت قلتي ست البيت هنا مهلتك 3 شهور عشان تخلي المكان. ايوه بس ما عندك مكان ماشي عليه. عندي والله. دي حكايه لنا اللي بعد 3 شهور حتى الغرفة الواحدة اللي احنا قاعدين فيها هسه دي ما حيكون عندها، ما عندها زول يقدم ليها اي مساعدة، منتظرة مساعدتكم. فلكل رجال الخير اللي حابين يقدموا اي مساعدة لنا يصلونا في البرنامج، ونحن ان شاء الله بنوصلهم ليها لحد البيت. نحن شاكرين لك جدا يا لنا ولصبرك ولوقفتك على ابنائك، ان شاء الله ربنا يعينك. وان كنت حابة تقول اي كلمة في الختام. والله بشكركم وبشكر ناس البرنامج يعني انه وقفوا معي وجو شافوني ده برا بالدنيا، مساعدتهم دي برا ممكن تصرفني كم يوم قدام. شكرا لكم. شكرا. نهاية حلقة اليوم مع كل الود والتقدير، غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد في أمان الله.